السلام عليكم. بثت قناة الجزيرة تسجيلات صوتية مسربة تمت بين قياديين حوثيين. أوضحت هذه التسجيلات أن إعدام القشيبي ومرافقيه تم وهم أسرى حرب. هذه المكالمات إنما أكدت طبيعة السلوك الميليشياوي القائم على الغدر وعدم احترام الحد الأدنى من أخلاق الحرب، بل ومسألة التشفي بالخصوم. كلما سبق فعله من قبل الحوثيين من قتل وتفجير وغدر واغتيالات، انعكاس للميراث السلالي الأسود ومسيرة عربة الديناميت القائمة على التوحش والإرهاب، ذلك الذي أصبح سلوكا وممارسة للجماعة الانقلابية. هذه الجماعة الانقلابية لها حليفها في الانقلاب الذي يقوم بمهمة تمييع حق الضحايا وغسل الجرائم، كما حصل مؤخرا في جريمة النادرة بإب. في هذه اللحظة الحساسة نفتح الأسئلة التالية: كيف بالإمكان تفسير سلوك عصابات وهمجيات ما قبل الدولة التي تقتل رجلا مشلولا وهو أسير حرب؟ هل هو استمرار لتعاملهم مع الدولة بالعقلية القادمة من الكهف من الفجوة التاريخية التي تبلغ 15 قرنا؟ وماذا عن سلب الدولة وتوقيف خدماتها وتفخيخ مؤسساتها والتعيينات الأخيرة بشكل يمثل استخفافا مفرطا بالدولة؟ حول هذه التناولات والتساؤلات ستكون حلقة المساء اليمني لهذه الليلة. نبدأ النقاش مع ضيوفنا بعد مشاهدة هذا التقرير. التاريخ يسمع للجميع لكنه لا يقول إلا الحقيقة، هكذا يتحدث المؤرخون وهكذا يكشف التاريخ عن نفسه. فما كشفته المكالمة المسربة التي بثتها قناة الجزيرة مؤخرا بعد عامين من اغتيال قائد اللواء 310 مدرع اللواء حميد القشيبي من حقائق، شكلت صدمة لوجدان اليمنيين عن تصفية الرجل وجنوده وهم أسرى. ماشي الأخبار كلنا قلنا فيها، قالوا بعد تعرفوا هو مشلول ما بني يقدر يمشي الحال. بالله بدو في الجنة بدو في الجنة يا أخي، خلينا هو بزادي قطع الدور. يعني 100% أنه هو 1000%. كشفت المكالمة المسربة عن طبيعة مقتل الرجل على أنها لم تكن سوى حرب انتقامية ضد اليمنيين، ولتؤكد أن التاريخ لا يمكن مغالطته أو تزويره. كان القشيبي يدرك جيدا عقيدة العنف التي تنتهجها جماعة الحوثي ومسيرتها القائمة على التوحش منذ نشأتها في صعدة. لم تقف الوحشية والعنف طيلة عامين من إسقاط الدولة التي كان آخرها الجرائم التي حدثت في تعز والنادرة، عامين على سقوط اللواء ومقتل القشيبي حارس البوابة الغربية للعاصمة صنعاء الذي تهاوت إثره أركان الدولة بيد ميليشيات الحوثي والقوات الموالية للمخلوع صالح. لم تتوقف خلالها مسيرة تهجير أبناء المدن التي تجتاحها والتنكيل باليمنيين وتفجير البيوت كنوع من استراتيجية في إرهابهم قبل أن تصبح سلوكا وممارسة. أنت لا تشتي صندوق، لا تشتي مخرجات حوار، أنا نقول هكذا هو يطير عقله. عامين لا تزال كلمة القشيبي تدوي في أذهان اليمنيين وتحفر في حواسهم. عندما تقول للحوثي أنت على غلط، أنت لو تقول للحوثي أنت على غلط لا يقول نعم. أنت رأس الحرب وأنت المشكلة وأنت اللي لا أسوأ شخص وأنت لا يمكن، إحنا نقول أنت على غلط. طيب أنت بتعدي على الناس. نعم. أنت تشتي سلطة. يقف اليمنيون شهودا على سلوك هذه الميليشيا بعد أن دمرت بلدا بأكمله، وكيف تعاملت الميليشيا مع الدولة بعقلية رجل الكهف. فلم ترى في الدولة إلا أدوات متاع، ولم ترى من اليمن إلا غنيمة حرب. نرحب بكم مشاهدينا الكرام، ونرحب كذلك بضيفنا عبر السكايب المحلل السياسي الأستاذ نجيب اليافعي، كما نرحب أيضا بضيوفنا الذين سينضمون إلينا تباعا وهم عنتر الذيفاني ركن توجيه اللواء 141، وكذلك عمر حميد القشيبي نجل اللواء حميد القشيبي، وأخيرا وليس آخرا الناشط السياسي الأستاذ غائب حواس. أرحب بداية بك مجددا أستاذ نجيب، مساء الخير. أهلا وسهلا. أهلا بك أستاذ نجيب. يعني في ذكرى اغتيال القشيبي وسقوط الدولة، هناك تسجيلات، هذه التسجيلات الصوتية عن الاغتيال الخاص ب
الشهيد القشيبي حميد القشيبي، كذلك كان هناك مرافقين كانوا أسرى حرب. ما الذي حملته هذه التسجيلات من جديد على ما يعلمه المتابع اليمني؟ وفي الحقيقة هذه التسريبات يعني حملت الجديد في هذا الموضوع ما يتعلق بيوسف المداني، أحد القادة المجرمين في جماعة الحوثي، والذي كان أيضا أحد المشرفين على هذه العملية، وبالإضافة إلى بقية القيادات التي ظهرت، وبهذه العنجهية وبهذا الابتذال الذي وبهذا التشفي الذي لم يعرفه اليمنيون طوال تاريخهم بهذه الطريقة. لكن التسجيل الذي حصل خلال هذه اليومين أعتقد أنه أعاد لليمن من جديد ولليمنيين الذاكرة الحية التي لم تهدأ ولا زالت تثأر وتحاول أن تنتقم من ذلك اليوم الأسود، وهو يوم سقوط الجمهورية. وسقوط الجمهورية هو كان يوم مقتل العميد الركن حميد القشيبي، وكل اليمنيين يتذكرون تلك اللحظات العصيبة التي مرت علينا، ولم يشهد التاريخ الحديث لليمن مثل تلك اللحظات. وبالتالي أعتقد أن هذا التسريب هو عمل على يعني شحذ ذاكرة اليمنيين من جديد للتذكير بهمجية هذه الجماعة وهمجية هذه العصابات التي للأسف الشديد باتوا يتحاورون معها في الكويت، وهذه يعني من المغالطات الكبيرة التي علينا أن نقف ضدها بكل ما أوتينا من قوة. طيب ما يعني ما ظهر في هذه التسجيلات أن القشيبي ومرافقية أعدموا أو القشيبي أعدم وهو أسرى حرب، هل يمكن الاعتماد على هذه التسجيلات في يعني تسجيل هذه الجريمة بشكل أكبر ومتابعتها بشكل قانوني بحسب علمك؟ وبالتأكيد أن هذه المعلومات هي أصبحت متداولة عند اليمين، ولكن هذا الدليل هو دليل إضافي يمكن الاعتماد عليه خلال محاكمة قادة جماعة الحوثي وأيضا عصابة القيادة بين قوسين من الهاشميين الذين تواطؤوا على إسقاط الجمهورية، وعلى أيضا قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، وعلى قيادة الحزب الاشتراكي في محافظة عمران. ونحن نعرف الشيخ محمد يحيى الغولي الذي تواطأ وكان أحد الرموز الفاعلة في إسقاط هذه المحافظة، وبالتالي أعتقد لا جديد في الموضوع سوى التذكير لليمنيين بأن من أسقطوا محافظة عمران ومن أسقطوا محافظة صعدة ومن أسقطوا اليمن لا زال جزء منهم اليوم يمارسون أعمالهم في السلطة وعلى رأس الدولة للأسف الشديد، ولم يتم حتى الآن فتح أي تحقيق ولا عمل أي ممارسات يمكن من خلالها إعادة الاعتبار لكل من سقطوا خلال هذه المسيرة الطويلة ابتداء من داخل مران وحتى صنعاء وحتى عدن وحتى حضرموت. وبالتالي لابد لليمنيين من شحذ ذاكرتهم باستمرار، لأن المشكلة الرئيسية لدى الشعب اليمني أنه ينسى سريعا، ومن شأن هذه التسجيلات أن تعيد اللحظات الحية التي يتذكرها كل يمني ويتذكرها كل مقاوم في الجبهات حتى تظل القضية اليمنية قضية حية، ونعرف العدو الاستراتيجي الذي ينبغي أن نركز كل جهودنا عليه، وهي هذه العصابات التي لا يمكن بأي حال من الأحوال التفاهم معها سوى بلغة الدم والسلاح، وهذا هو الطريق الوحيد الذي تعرفه هذه العصابات عندما تتعامل مع شخص كبير مثل اللواء حميد القشيبي. هي لم تتعامل معه كشخص ولكن تعاملت معه كجمهورية وكنظام ظلت تعمل ضده منذ 50 سنة، وهم يحفرون ويتآمرون ويتواطؤون ويشتغلون داخل الدولة العميقة ويفعلون كل ما يستطيعون من خلاله على إسقاط هذه الجمهورية، حتى وصلوا إلى حميد القشيبي رحمة الله عليه، وهو كان القشة التي قسمت ظهر اليمنيين، واكتشف اليمنيون فجأة أن بوابة عمران وبوابة اللواء 310 وأن حميد القشيبي وأن العصا التي كان يحملها هي التي لا زالت تخيف الحوثيين حتى اليوم، وكما ظهر في التسجيلات لا زالت عصا القشيبي غليظة وقوية وحية ولا زالت تبطش بالحوثيين حتى وهم يعني حتى وقد أردوه قتيلا بتلك الطريقة البشعة التي لم يعرفها اليمنيون طوال تاريخ اليمن الحديث. طيب يعني إذا ما دخلنا في جزئية هذه المكالمات، يعني كانت هناك الكثير من التعبيرات التي لربما تحمل دلالاتها الخاصة، مثل قول المداني أن ما قاله القشيبي قبل وفاته نفس ما قاله حسين الحوثي عند موته. ما الذي أراد إيصاله من هذا الحديث؟
هذه العصابات عصابة الحوثي وعصابات بين قوسين الهاشميين والأسر الهاشمية الطامحة للحكم، للأسف الشديد هي تحمل التاريخ بكل ما تحمله الكلمة من معنى. يعني هناك مجموعة من الأسر لا زالت تحمل التاريخ وليس التاريخ القريب، هي لا تتذكر حسين الحوثي، هم يتذكرون من أيام الهادي ومن أيام عبد الله بن حمزة ومن أيام بيت شرف الدين وبيت المهدي وبيت الهادي وبيت العياني، كل هذه الأسر هي لا زالت تعشعش في ذهنياتهم. وبالتالي عندما وصلنا إلى حميد الغشيبي وتذكروا حسين الحوثي كانت المسافة هي يعني أقل من 12 سنة، وبالتالي عقلية الحقد والانتقام التاريخي والثار التي يتميزون بها هذه سمة رئيسية في هذه الجماعة، التي يعني من لم يفهم عقلية وتفكير وسيكولوجية ونفسية هذه الجماعة لن يستطيع التعامل معها على الإطلاق. هم أرادوا أن يقولوا اليمنيين نحن سنثار منكم ولدينا تاريخ وكنا حكاما عليكم وكنتم عبيد لنا، وبالتالي ينبغي عليكم أن تحببوا الركب من جديد وأن تعودوا عبيدا من جديد، ونحن أسيادكم ونحن سلالتنا متميزة وشرفنا يعني من أرفع النسب، ومن هذه الخرافات التي أصلا ينطلقون عليها. وبالتالي كانوا يتذكرون في تلك اللحظة في تلك اللحظات الشنيعة والبشعة التي يقتلون فيها شيخا مسنا وكبيرا وأسيرا وليس لديه إلا العصا وليس لديه أي أحد، يتذكرون تلك اللحظات ليؤكدوا سيكولوجية هذه الجماعة القائمة على الثأر والانتقام التاريخي. نعم، طيب دعنا ينضم إلينا الآن أستاذ نجيب ابن الشهيد القشيبي عمر حميد القشيبي. مساء الخير أستاذ عمر. مساء النور، أهلا بك. يعني أستاذ عمر، وإن كان الأمر صعبا، هل حدثتنا أكثر عن اللحظات التي تلقيتم خلالها نبأ وفاة الوالد الشهيد؟ أولا السلام عليكم وخواتم مباركة إن شاء الله، واستشهد في أيام مباركة في بداية شهر رمضان في 11 من شهر رمضان، وتحديدا أعتقد في الساعة 8:45 دقيقة مساء، حيث أنه كنت أنا على تواصل معه الساعة 8:30 مساء، بعدها انقطع الاتصالات تماما به وبمرافقيه الاثنين الذي هم فهد المنقذي وملاطف المطري. وبعدها التسريبات التي حصلت والتي حصلت للجزيرة على نسخة منها أعتقد أنها في الساعة 9:30 إلى 10 مساء، حيث أن التسريبات هذه أصلا هو مصدرها الأمن القومي عندما تم خلالها التقاط الإشارة بين الحوثيين والذي كان لهم الأرقام لهم، وتم تبادل المكالمة وتم إخبارنا في المكالمة عبر الأمن القومي وعن طريق محمد ناصر أحمد وزير الدفاع السابق، وكذلك من خلال زيارة الرئيس عبد الرب منصور هادي إلى منزلنا والذي أخبرنا بأنه تم التقاط مكالمات لهم من ساعته وأن الشهيد قد قتل في ساعته استشهد في ساعته. أخبركم الرئيس عبد الرب منصور هادي بذلك؟ طبعا طبعا، هم كانوا يعرفون، هم كانوا مراقبين لأرقام القيادين الحوثيين كاملة عبر الأمن القومي. نعم، طيب نعم. أنت تحدث عن اتصال أو تواصل بينكم وبينه في الساعة 8:30، ما كانت أبرز أو آخر كلمات التي تبادلتموها؟ والله قال في آخر هذه اللحظات، قال لقد تم الغدر بنا وتمت خيانتنا من قبل الوساطة التي تم تشكيلها على أساس في نفس هذاك اليوم، والتي لدينا نسخة من تقرير وزارة الدفاع نفسها، ولما تخرج اللجنة التي كان المتفق أن تخرج اللجنة في صباح هذاك اليوم كي تستلم الشرطة العسكرية مقر اللواء وينتقل اللواء بقيادته وأفراده إلى مكان آخر حسب توجيهات وزارة الدفاع، والذي كان مستلم هناك وزارة الدفاع أيامها أحمد الأشول، حيث أن محمد ناصر أحمد كان موجود في الإمارات، وإرسل البرقية عبر أساسية أركان العامة من وزارة الدفاع إلى مقر اللواء بتسليم المقر للشرطة صباح السابع هي يوم 7/7 على أساس ينتقل اللواء يوم 8/7 يوم استشهاده، ومع ذلك لم يتم أي شيء. طيب يعني اتصلت فيه أنا الساعة 8:30 مساء فأخبرني أنه تمت خيانتنا كذا بالنص، يعني تمت خيانتنا وغدروا فينا، ادعوا لنا بالثبات ادعوا لنا بالنصر الله معكم، ومن بعدها ما عاد قدرنا نتواصل معهم تسكرت جميع التلفونات الحمد لله.
طيب الآن يعني بعد ظهور هذه التسجيلات الصوتية، يعني هذه التسجيلات ربما أثبتت للشعب اليمني أكثر وأكثر من قام بهذه العملية والكيفية التي قامت بها ميليشيات الحوثي باغتيال الشهيد ومرافقي وهم أسرى حرب. طيب بالنسبة لكم كيف تابعتم هذه التسجيلات؟ هل من الجيد بالنسبة لكم أن تظهر هذه التسجيلات على العلن أم أنكم لا تفضلون ذلك؟ لا لا، نحن ليس لدينا أي مانع في التسجيلات. تم التواصل معنا عبر الجزيرة وأخبرونا أن هناك تسجيلات قبل أكثر من 10 أيام، وقلنا لهم لا يوجد لدينا أي مانع. نحن نعرف شفويا عن طريق أحمد الأشول ومحمد ناصر أحمد وعن طريق الرئيس عبد ربه منصور هادي أن هناك تسجيلات، لكنها لم تخرج لعدم موافقة الأحمدي الذي كان سابقا في قيادة الأمن القومي. والآن الحمد لله أنها اتضحت، وهذه تثبت الساعات الأخيرة التي حصل فيها اغتيال الوالد الله يرحمه رحمة الله عليه. وهذا أيضا يبين للشعب أولا كيف الحوثيين وكيف تعاملهم، ولدينا نحن فيديوهات موجودة وسوف يتم بثها عن تسامح الوالد أيام الحروب السابقة ست، عندما كان يتم الإفراج عن المساجين الحوثيين بسلاحهم الشخصي. نعم، كانوا يحملون البندقية وقد قاتلوا الأفراد الجنود ويسمح لهم بالذهاب ويقول فلتوهم سامحوهم ويعفو عنهم في ساعته. هذه هي أخلاق المعارك وأخلاق الجيوش وأخلاق أنه لا يتم العبث بالأسير ولا يتم استهداف الأسير كونهم مسلمين وكوننا مسلمين. نعم. طيب في ذكرى اغتياله وبداية سقوط الدولة بشكل عام واستمرار منهجية العنف في صفة كصفة ملازمة لميليشيات الحوثي، ما هي الرسالة التي توجهها للمقاومة والجيش وهم يقومون باستمرار لعملية التي يعني ناضل من أجلها اللواء حميد القشيبي رحمة الله عليه؟ نعم رحمة الله عليه. أخي الكريم، المقاومة لم تخرج إلا من ضمن الحوثيين، ولم يكن هناك انتفاضة للشعب إلا من ضمن الحوثيين. فلو كان الحوثيين ليس لديهم ظلم ولا جمع ولا تفجير ما كان هناك خروج للمقاومة وما كان هناك داعي لأي شيء، لكنهم انتهجوا هذا النهج لأنهم لديهم مخطط خارجي يريدون أن يبنوا في اليمن، وهذا يجعلهم مع معادات الشعب كامل، لأن منطقهم منطق السيد ومنطق الولاء لهم، وهذا يعتبر من العبودية، ولا يمكن أن يقبل أي شعب في أي دولة كانت أن يكون عبد لأي شخص كان مهما ادعى أنهم من آل البيت أو من غيره. إذن السيد عمر حميد القشيبي نجل اللواء الشهيد حميد القشيبي، كنت معنا عبر الهاتف من الدوحة، شكرا جزيلا لك. وأعود إلى ضيفي أيضا عبر الدوحة أو في الدوحة عبر السكايب الأستاذ نجيب اليافعي. أستاذ نجيب، يعني تحدث الأستاذ عمر عن أنهم علموا بوجود تسجيلات ترصد وتوثق هذه يعني عملية اغتيال الشهيد حميد القشيبي، لكن هذه التسجيلات ظهرت الآن، يعني ما دلالة التوقيت لظهور هذه التسجيلات الآن؟ وهل من إضافة تضيفها في سياق معركة الجمهورية التي تخوضها المقاومة الشعبية والجيش الوطني الآن؟ والله في الحقيقة هو جاء مقتل حميد القشيبي رحمة الله عليه، وك يعني كخلاصة لخيانات الدولة التي للأسف الشديد التي كان على رأسها مجموعة من القيادات المدنية والعسكرية، وعلى رأسهم الرئيس عبد ربه منصور هادي ووزير الدفاع محمد ناصر أحمد وأحمد الأشور رئيس سيد الأركان وعلي الأحمدي رئيس جهاز الأمن القومي. هذه كل هذه القيادة العسكرية كانوا مجموعة من الذين لم يحترموا الجمهورية ولم يحترموا معنى الوطن ولم يحترموا المكان والكرسي الذي جلسوا عليه. يعني عندما حوصر القشيبي لأكثر من 3 أشهر وظل محصوراً مع قيادة المعسكر ومع جنود المعسكر 313 داخل عمران، ونحن كلنا نشاهد يعني لم يصلهم أي تعزيز خلال تلك المرحلة، يعني أكثر من 3 أشهر حتى أسقطوا عمران وأسقطوا الدولة. عندما تخلت الدولة برعاية أمين العاصمة الحالي عبد القادر علي هلال الدبب للأسف الشديد وكان هو مسؤول الوساطة، عندما تخلت الدولة عن السلفيين في دماي وتم إجلاء ما يقارب 15,000 طالب وأسرة وشيخ من داخل دماي بتلك الطريقة، وقتل أكثر من 800 يعني أكثر من 800 طالب من مركز دماي، عندما تخلت الدولة بتلك الطريقة عن أبنائها وعن عسكرها وعن جنودها، يعني وصلنا إلى مرحلة إسقاط الدولة
وكان على رأسها الرئيس عبد الربو منصور هادي للأسف الشديد. يعني الخيانات التي تمت للأسف الشديد كانت بقيادة الدولة العسكرية والمدنية، وهي التي يعني أوصلتنا إلى ما أوصلتنا إليه. ولو حافظت الدولة على وجودها داخل صعده وداخل مران ولم تسمح لعصابات الحوثي بالتواجد ووقفت يعني بكل قوتها من داخل مران لما وصلوا يعني إلى صنعاء، ولما قتلوا القشيبي، ولما وصلنا إلى ما وصلنا إليه. ولكن تصفيات الحسابات الداخلية مع بعض القوى الاجتماعية وعلى رأسها حزب الإصلاح وعلى رأسهم يعني بيت الأحمر وعلى رأسهم السلفيين، كل هذه التفاصيل وتصفيات الحسابات أدت إلى وصولنا إلى هذه المرحلة. وكان يعني مقتل القشيبي هو عنوان لسقوط مرحلة امتدت من السبعينات ووصلت إلى 2011 مع ثورة الشباب وانتهت بمقتل القشيبي رحمة الله عليه. طيب، هناك أيضا نقطة أخرى في هذه المكالمة ولتكون الجزئية الأخيرة يعني بخصوصها بداخلها تحديدا. كان هناك الحديث عن القيادي محمد يحيى الغولي، يعني ما الذي مثله هذا الاسم بهذه معركة دخول صنعاء بشكل عام من قبل الحوثيين وسقوط عمران قبل ذلك؟ هو لا شك أن هناك القيادات التي كانت لديها تصفية حسابات مع بيت الأحمر، ونحن نتكلم عن المشايخ الذين ارتبطوا مع عبد الله صالح وعلى رأسهم الشيخ مرقوط المشرقي وبيت الغولي وأيضا بيت جليدان وكثير من مشايخ حاشد الذين كانت لهم مع بيت الأحمر مجموعة من التصفيات. هؤلاء للأسف الشديد هم كانوا أحد الأعمدة التي قفزت عليها عصابة الحوثي وعملت على الاستفادة منها في تصفية حساباتها. وبالتالي عندما يكون ظهرك مفتوح، وخاصة عندما نتكلم عن اللواء 310 أحمد القشيبي وعن أيضا محافظة عمران بتلك الطريقة، عندما يعني كانوا يسمونه الطريق الأسود، هو أن تفتح الطريق للحوثيين بحيث أنهم يعني لا يفعلون بك أي شيء مقابل أن تدعهم يمرون. عندما تركت القبائل عصابة الحوثي تمر من داخل العشة ومن داخل سعدة حتى وصلوا إلى داخل عمران، يعني كانت النتيجة للأسف الشديد ما وصلنا إليه. وهؤلاء هم الشيوخ الذين نجدهم الآن في تعز ونجدهم في صنعاء ونجدهم في بقية المحافظات، يعني لديهم ارتباطات مع المخلوع علي عبد الله صالح ولا زالوا يشكلوا جسر العبور لعصابة الحوثي في إسقاط الدولة. طيب، ما هي الوظيفة التي يعني يقوم بها هؤلاء ومن شبههم في العملية الوظيفية التي يقومون بها؟ ما دورهم؟ هؤلاء هم رأس الحربة في مشروع عصابة الحوثي للأسف الشديد، وهم ارتبطوا مع الدولة بمصالح اقتصادية ومالية، وايضا ارتبطوا ببعض المصالح. يعني كثير من هؤلاء المشايخ لديهم ايضا اعتمادات ماليه في وزاره الدفاع لمئات العساكر، وهم ايضا يجنون كثير من المبالغ. ايضا قامت عصابه الحوثي خلال السنوات الماضيه بشراء كثير من المشايخ، وكثير منهم ذهبوا الى الضاحيه في لبنان، ومن ثم غادروا في زيارات يعني سريه وغير مكشوفه الى ايران، وكان اخرهم الشيخ مبخوت المشرقي وكثير يعني من القيادات والشيوخ التي يعني لم نكن نتوقعها. هناك ايضا شيوخ في محافظه تعز، يعني نحن نعرف سلطان السامي حماس سيف حاشد وبعض يعني قيادات المؤتمر داخل تعز. هؤلاء للاسف الشديد حصل لهم استقطاب وحصل لهم تسفير الى خارج اليمن، حصلوا على مبالغ ماليه واصبحوا الان يعني احد اعمده عصابه الحوثي في الوصول الى مختلف المناطق، يعني بهذه الطريقه التي لازلنا نشاهدها الى اليوم، محافظه ايب ومحافظه الحديده ومحافظة حجة وشمال الشمال ومناطق الوسط وأيضا في محافظة البيضاء. حصلت عملية شراء غير عادية على اعتبار أن الاقتصاد يعني اليمن لا يوجد اقتصاد يمني ولا يوجد عملية إنتاج. نعم. طيب، دعنا نشك في حوارنا الأستاذ غائب حواس الناشط السياسي. مساء الخير أستاذ غائب. أستاذ غائب تسمعوني؟ يلا بحمد. تسمعني أستاذ غائب؟ أكيد. نعم. طيب، يعني في سياق الحديث عن يعني ذكرى والكيفية التي اغتيل بها الشهيد حميد القشيبي في يعني إبان معركة دخول صنعاء وقبل ذلك سقوط عمران بيد الحوثيين الانقلابيين، هناك حديث يدور حول الطبيعة التي تقوم عليها جماعة الحوثي المبنية على العنف. هل يعكس ذلك فعلا هذه الطبيعة التي يعني يتحدث عنها الكثيرين؟ أستاذ غائب؟
إذا يبدو أن هناك إشكالية في التواصل مع الأستاذ غائب حواس. أعود إلى الأستاذ نجيب اليافعي. أستاذ نجيب، إذا يعني نحن تحدثنا عن من يمثلون هذا الدور الوظيفي الذي يعني يقوم بغسل جرائم الانقلابيين أمام المجتمع المحلي وكذلك المجتمع الدولي. طيب، ما هي الخطورة التي تكمن في هذه الوظيفة أو المهمة؟ بالنسبة لعصابة الحوثي، أنا أعتقد أنه يعني خلال سنتين من وصولهم يعني إلى عمران وأيضا من خروجهم من داخل صعدة وتفرقهم وتوزيعهم على كل مختلف أنحاء اليمن، أعتقد أن اليمنيين شاهدوا يعني طبيعة هذه العصابات وما تمثله من خطورة على مستقبل اليمن وعلى مستقبل الإقليم والمنطقة. يعني لدينا نقطة مهمة جدا، يعني من يوم أن وصل الحوثيون إلى عمران ثم صنعاء إلى اليوم، اليمن كلها تعيش داخل ظلام دامس. عندما نتكلم عن انعدام الكهرباء، عندما نتكلم عن انعدام كل الخدمات الأساسية والبسيطة التي كنا نتنفس يعني من خلالها بعضا من الحرية، اليوم لم نعد نجدها. وبالتالي أعتقد أن وظيفة هذه الجماعة هي وظيفة تدميرية، لا يمكن أن تبني شيء. تاريخ هذه الجماعة وتاريخ السلالات التي ارتبطت بالمذهب الزيدي، بالنظرية الزيدية الخبلية للأسف الشديد في شمال الشمال وفي صعدة تحديدا، تثبت يعني بما لا يدع أدنى ذرة لشك أن هذه العصابات لا توجد إلا لتدمير الدولة. وخير شاهد يعني حتى نحكم على هذا الموضوع بشكل منطقي ومنهجي وتاريخي، لدينا صعدة، هذه المدينة التي كانت معقلهم منذ ما يقارب يعني ألف عام. ماذا تمثل صعدة الآن؟ وأين هي صعدة الآن؟ وماذا صدرت لليمنيين حتى الآن؟ كل المشاكل والحروب وعمليات الانتقامات والثارات التي حصلت لليمن خلال الفترة الماضية كانت تأتي من هذه المدينة، وهذه المدينة أصبحت مدينة شبه مدمرة، وكلها بفعل العصابات الحوثي والأسر الهاشمية السلالية التي تطمح إلى الحكم. نعم. طيب أستاذ نجيب، أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا. سنذهب مع السادة المشاهدين إلى فاصل قصير، بعده نعود مشاهدينا لاستكمال النقاش. تفضلوا بالبقاء. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. أعود إلى ضيفي عبر السكايب الأستاذ نجيب اليافعي المحلل السياسي. أستاذ نجيب، يعني ما هي الفائدة التي تجنيها ميليشيات الانقلاب من هذا الأسلوب في التعامل مع اليمنيين، في هذا الأسلوب في إدارة الدولة بحيث تصبح لا دولة، يعني لا وجود للدولة في التعامل؟ أولا رحم الله المشير عبد الله السلال الذي أسس للجمهورية وكان هو من صدح بثورة 26 سبتمبر 1962، وقد كان صوته يعني معبرا ولا زال مجلجلا نسمعه قبل قليل، يعني حتى هذه اللحظة وقد كان هو الركن الأساسي في بناء هذه الجمهورية. وبالنسبة لسؤالك الكريم، أعتقد أنه الحوثيين للأسف الشديد هذه هي بنيتهم الاجتماعية والفكرية والثقافية التي يعني نشأوا عليها، وبالتالي لا يوجد أي خيار آخر للتعامل معهم غير ما يعني جاءوا به لليمنيين. كثير من اليمنيين للأسف الشديد والناشطين ومن ثوار 2011 حتى الآن لم يستوعبوا طبيعة هذه الجماعة وطبيعة هذه العصابات، ويتعاملون معها بكل خفة واستخفاف. يعني وعندما نقرأ تاريخها من 2000 والحديث يعني من 2004 إلى الوقت الراهن، يعني نجد أن أبشع ما مورس ضد اليمنيين خلال يعني أكثر من يعني 100 سنة وأكثر من 1000 عام لم يمارس سوى فيها في هذه المرحلة. وبالتالي أعتقد أنه من الغباء التعامل معهم بأي لغة غير هذه اللغة. نعم. هي الفكرة، ما هو الغرض الذي يعني تستفيده هذه الجماعة من هذا الأسلوب، خاصة أنها تسلب الدولة ما هي عليه، تسلب كيانها، توقف الخدمات، يعني تقوم بشلل بداخل هذه الدولة؟ الهدف الرئيسي من هذا كله هو إهانة اليمنيين بطريقة يعني هم يعني هكذا لديهم عقد نقص، يشعرون أن لديهم نسب يختلف عن نسب اليمنيين، يشعرون أن لهم مكانة غير مكانة اليمنيين، يشعرون أنهم وافدون وأنهم لا زالوا حتى الآن جالية ولم يندمجوا في المجتمع اليمني للأسف الشديد حتى هذه اللحظة. كثير من الدول التي قامت في اليمن يعني من الأيوبيين ومن الأكراد ومن العثمانيين ومن الأتراك وكلهم اندمجوا في اليمن إلا هذه الفئة وهذه الجالية للأسف الشديد. النقطة الثانية،
أصلا فكر هذه الجماعة قائمة على هدم الدولة، وقائمة على فكر العصابات، وقائمة على يعني الفردية والشخصية وعلى الاستملاك كل ما يعني يجدون أمامهم بدون أي وجه حق. يعني يريدون أن يحصلوا على الأموال بدون أن يشتغلوا، يريدون أن يحصلوا على المكانة دون أن يدخلوا مع الناس يعني في حوار أو نقاش، يريدون أن يصلوا إلى الدولة دون أن يكون هناك يعني طريقة للوصول إلى الحكم، وهي يعني الآن عن طريق الأحزاب، عن طريق الانتخابات، عن طريق يعني المكونات السياسية والاجتماعية. وبالتالي هدفهم الرئيسي هو أن يتحولوا إلى مخلب في ظهر اليمنيين، وأن يتحولوا إلى يعني مصطلح يعني كثير من ممن يشبه العصابات الحوثية وهذه الجماعات، يعني هي مثل عملية البواسير هذه التي تشكل لك يعني صداع ولا تستطيع أن تتخلص منها. وأيضا هم أيضا مثل الطاعون الذي إذا انتشر في مكان يعني إما أن تكافحه بكل قوتك، وإما أن ينتشر هذا الطاعون في يعني جميع المناطق. نعم. طيب ينضم أو يعود إلينا أستاذ نجيب الأستاذ غائب حواس الناشط السياسي معنا عبر الهاتف. مساء الخير مجددا أستاذ غائب، أرجو أنك تتمكن من سماعي هذه المرة أستاذ غائب. أستاذ غائب، إذن يبدو أن الخلل في الاتصال من المصدر تجدد. أعود إلى الأستاذ نجيب اليافعي. أستاذ نجيب، يعني نحن تحدثنا عن هذه الجماعة وما تستفيده وغرضها من استخدام العنف طريق لها وتجريفها لمؤسسات الدولة وشل الدولة بشكل عام. طيب الآن الحديث عن كيفية مواجهة هذه الجماعة، كيف يمكن ذلك؟ المقاومة هي الخيار الأساسي والوحيد والمهم والأوحد، ولا يوجد غيره للتعامل مع هذه العصابات. أي تعامل مع العصابات في أي مكان في العالم ينبغي أن نمر عن طريق القوة، وعن طريق استخدام الدولة، وعن طريق حشرهم في زوايا معينة، حتى يعني إذا لم تعد يعني هيبة الدولة، يعني نقول بشكل أوضح، إذا لم يتم الأخذ بثار حميدة القشيبي والانتقام لكل من سقطوا ابتداء من داخل مران وحتى داخل صنعاء وحتى داخل عدن، إذا لم يتم الانتقام لهم، وإذا لم يتم محاكمة ومحاسبة وعقاب كل من تواطأ على دم اليمنيين، فلا شك أننا سندخل في دورات مفتوحة من الصراع لا يمكن وقفها، لأنه النفس البشرية لا تهدأ إذا وجدت من قام بقتل أي شخص وأنت تجده يعني أمامك، بل أن تتحاور معه في الكويت للأسف الشديد، بل أن تجد يعني أن تحصل هذه الجماعة على يعني جلسات مع أمير الكويت ومع أمين عام مجلس التعاون الخليجي ومع نائب وزير الخارجية ومع ويعني مع مسؤولين دبلوماسيين ومع مع هذا هو شرعنا لأعمال وهمجية هذه العصابات حتى تستمر دورات العنف يعني لدينا في اليمن. وبالتالي لا يمكن الحديث عن أي طريق آخر، حتى إذا أردنا أن نبني الدولة لابد أولا أن نتخلص من هذه العصابات وأن نعاقب كل من تواطأ مع هذه العصابات، حتى لو دفعنا الآن ولو ضحينا بهذا الجيل حتى يأتي الجيل القادم وتكون الأرضية قد تم تسويتها بطريقة يمكن البناء عليها. أما البناء الآن مع العصابات وتفاهم معها، ولا زال الدم يغلي، ولا زالوا يقومون بتدمير ممنهج في كل مفاصل الدولة ابتداء من الجانب العسكري وانتهاء بالجانب المدني، أعتقد أن هذا يعني قمة الاستخفاف بالشعب اليمني. والشعب اليمني مثل ما خرج في 2011 ومثل ما خرج لتشييع حميد القشيبي وكان يشاهد النار وهو يطير من فوق رأسه، وخرجوا في 70 بتلك الآلاف وبتلك الجماهير من كل المحافظات، لا شك أنه يعني سيستعيد الأنفاس وسيخرج مجددا حتى وإن طال الوقت. نعم أستاذ نجيب، ينضم إلينا الآن الأركان أو ركن توجيه اللواء 141 الأستاذ عنتر الذيفاني. مساء الخير أستاذ عنتر. مساء النور، أهلا بك فندم عنتر. يعني إذا ما تحدثنا عن هذه التسجيلات والتسريبات التي جاءت لتؤكد ما هو متداول بالفعل لدى اليمنيين في ذكرى اغتيال القشيبي والكيفية التي اغتالوا بها الحوثيون وهو أسير حرب، برأيك هل يعني مع ما نعيشه الآن، هل ما كان يقاوم من أجله الشهيد القشيبي واللواء 310 أصبح مشروعا شعبيا مسنودا من قبل الجميع لاستعادة الدولة؟ نعم أخي، الشهيد العميد حميد القشيبي استشهد وهو صاحب قضية وطنية، قضية بحجم الوطن وبحجم اليمن. خذله الجيش الذي صنعه علي عبد الله الصالح لنفسه،
هذا الجيش الذي كان لا يؤمن بقضية، وليس ولا أقول كل الجيش، هناك ضباط أحرار وهناك يعني عساكر وجنود أحرار، هم اليوم يمثلوا توجه وقضية حميد القشيبي في مأرب، في نهم، في البيضاء، في تعز، في الجوف. ضباط تخرجوا من هذه المدرسة الوطنية، أصبح اليوم حميد القشيبي مدرسة، أصبح روح يعني روح تسري في دماء الأحرار من أبناء الجيش الوطني ومن أبناء المقاومة الشعبية. إذا كانوا الحوثيين قد اغتالوا رمز الصمود والوفاء والثبات والصبر المتمثل في شخص حميد القشيبي، فإن اليوم هناك الآلاف من تسري روح حميد القشيبي في دمائهم من أبناء عمران ومن أبناء صنعاء ومن أبناء تعز ومن أبناء كل محافظات الجمهورية. طيب أنت من يعني أخط مع القشيبي الكثير من معاركه، أحد الذين قاوموا معه، حدثنا عن أبرز اللحظات التي عشتها مع الشهيد. كان كما ذكرت لك الشهيد تعلمنا منه الكثير، كان مدرسة في الإخلاص لهذا الوطن، ودائما ما كان يحدثنا عن أن يكون الإنسان جندي من أجل عقيدته ووطنه ويموت في سبيل هذه العقيدة وفي سبيل هذا الوطن. وفعلا أثبت بالواقع، قد قاتل حتى آخر رصاصة وهو يقاتل فلول الإمامة وأعداء سبتمبر وأكتوبر، في الوقت الذي خانه رفقاء السلاح في الدفاع وفي كثير من القيادات العسكرية التي كان بإمكانها أن تمده بالسلاح وتمده بالجنود، لكنها غضت الطرف، لأن القشيبي يعني كان أذكر أنه اتصل لي قبل أن يستشهد بعشرين ساعة، وكنت مع قوات الاحتياط التي وصلت إلى منطقة الجائف بهدف أنها تفك الحصار على عمران وعلى اللواء 310، وذكر لي بعض مفلسانك قال لو بقيت عندهم حتى سنة كامل من أجل أنك تقنعهم فلن يقتنعوا، لأنهم ليسوا من هذه المدرسة وليسوا من هذه الطينة وليسوا من هذه ليسوا في أمر وفي هم الوطن، إنما هم في مدرسة تخرجوا من مدرسة علي عبد الله صالح، جاءوا لي من أجل أن يمدوا الحوثي بالسلاح والذخيرة. وفعلا نحن اليوم نخوض معركة الشرف، معركة الكرامة التي استشهد من أجلها حميد القشيبي، وسنخوضها وسنثأر للوطن ولصمود الشهيد القشيبي من هؤلاء القتلة ومن هؤلاء المجرمين الذين يريدون أن يرجعوا اليمن إلى ما كان عليه قبل 50 أو 60 عاما. نعم. طيب يعني الشهيد القشيبي يعني كان يقوم بمعركة الدفاع عن الجمهورية، الآن أنتم في الجيش والمقاومة، هل تقومون بمعركة استعادة الجمهورية؟ هل يجوز هذا التعبير؟ يا أخي الجمهورية مع ثورة سبتمبر والجمهورية لن تسقط وتظل خالدة. صحيح أنه هناك تآمر، أن هناك اغتصاب لهذه الجمهورية متمثل في عودة الإمام إلى قصور الرئاسة وإلى القصر الجمهوري في صنعاء، لكنها إن شاء الله ستنقشح هذه السحاب وستندحر هذه المؤامرة وهذه الخيانة. سبتمبر لن يسقط، ورجال سبتمبر في شعاب اليمن ووديانها وجبالها اليوم يسجلون أنفع المعارك وأنفع الملاحم، إنما هي سحابة صيف من أجل أن يغربل المجتمع اليمني ويغربل الجيش ويغربل كل مؤسسات الدولة، فيسير الخوانة إلى صف الحوثيين، ويسير أحفاد عبلي عبد المغني وأحفاد الزبيري والنعمان في صف وتلاميذ القشيبي في صف الوطن وفي صف الجمهورية. الجمهورية لن تسقط ولن نسمح بسقوطها، إنما هي سحابة صيف عابرة وسوف تنقش إن شاء الله. إذن العقيد عنتر الضيفاني ركن توجيه اللواء 141 كنت معنا عبر الهاتف من مأرب، شكرا جزيلا لك. أعود إلى الأستاذ نجيب اليافعي. أستاذ نجيب، يعني
بالإضافة إلى ما تحدث عنه العقيد عمر عن أن هناك معركة في الفعل، وأن ذكرى الشهيد القشيبي ما زالت يعني يستوحى منها نموذج لمقاومة الإنقلابيين، هناك أيضا على الجانب الآخر يقوم الحوثيون بتعيينات بداخل جسد الدولة من أناس لم يعرفوا أو ليسوا هم برجال دولة كما يقول الكثيرون. ما دللت هذه التعيينات في هذا التوقيت من جديد؟ وبعد أن سقطت صنعاء أصبحت اليمن خارج نطاق التغطية، وبالتالي يعني التدمير الممنهج هو من أساس هذه الجماعة ومن أساس هذه العصابات، يعني إهانة الدولة، إهانة الشرف العسكري، إهانة القيادة العسكرية، إهانة المدنيين، إهانة حتى كل من تواطأ معهم. للأسف الشديد اليوم نرى شيوخ المؤتمر، شيوخ حاشد الذين تواطؤوا مع عصابة الحوثي، اليوم هم يمشون تحت الأحذية ولا يستطيعون أن يرفعوا نخس أو أن يرفعوا يعني رأسهم. قيادات المؤتمر الشعبي الآن في صنعاء وفي تعز وفي كل المناطق أصبحوا الآن يشتغلون يعني مع مجموعة من العصابات ومن أطفال الحوثيين الذين يسيرونهم يعني كيفما يشاءون. وبالتالي أعتقد أن هذا التدمير الممنهج يعني خلال الفترة الماضية للدولة سيستمر، وسيستمر إلى أن يتم تحرير اليمن منهم هي حتى تتوقف هذه الموضوع. يعني كل يوم نتفاجأ، لا ينبغي علينا أن نتفاجأ بعد مقتل القشيبي، كل ما يأتي علينا لا يشكل لنا أي اعتبار. الاعتبار الأساسي هو إعادة الدولة، إعادة الهيبة للدولة، إعادة الاعتبار للشرف العسكري، وهذه يعني تقوم بها المقاومة الشعبية. وعلى السعودية أن تفهم هذا الكلام، عليها أن تفهم مجددا ومكررا أنها إذا لم تقف مع اليمنيين وإذا لم تقف مع المقاومة الشعبية ومع قيادة المجتمع ومع الحركات الوطنية في اليمن لاستعادة اليمن يعني حتى داخل مران، فأعتقد أن الدور القادم سيكون على المملكة العربية السعودية. طيب الآن يعني هناك من يقول أن الحوثيون استغلوا فترة ما عرف بالهدنة وتوقف الطلعات الجوية لتمددهم على الأرض وكذلك للقيام بهذه التعيينات، خاصة مع وجود زخم في الحديث عن وجود مشاورات سياسية. الآن هل أتيحت الفرصة أكثر للتركيز على الحل العسكري مع توقف أو تعلق هذه المشاورات؟ وللأسف الشديد أن الحمار وحده من لا يفهم يعني عندما يكرر الخطأ مرة ومرتين، لكن للأسف الشديد أن الحمير هذه الأيام انتشرت بشكل غير عادي. يعني عندما نتكلم عن مؤتمر الحوار الوطني، كان الحوثيون وعصابات الحوثي يتواجدون في مؤتمر الحوار الوطني وتم القيام بعمل غطاء سياسي لهم بحضورهم، وفي نفس الوقت كانوا يقضمون الأراضي والمناطق من داخل صعدة حتى وصلوا إلى عمران. لم ينتهي مؤتمر الحوار الوطني حتى أسقطوا اليمن ودخلوا إلى القصر الجمهوري. الآن بنفس الطريقة وبنفس الإعادة وبنفس التكرار يتحاورون ويشاورون في الكويت، وفي نفس الوقت يتمددون ويقومون بتصفية كل المناطق التي تحت أيديهم، ونحن نتكلم عن المناطق التي يعني من داخل صعدة حتى داخل حديدة حتى داخل باب المندب حتى حدود لاحق وعدان. وهذه المناطق يعني عندما تتيح لهم المجال يتحركوا بكل أريحية، هم الآن يقومون بعمل تصفية، بعمل غربلة، بعمل سيطرة، بعمل إهانة، بعمل يعني امتلاك كل ما يقف أمامه، وبالتالي ستكون حتى العودة إلى هذه المناطق يعني فيها من الصعوبة، والتكلفة ستكون بيضة وستكون مرتفعة. وكل ما أتيح لهم المجال للتحرك بطريقة أسهل وترك لهم المجال، يعني عاصفة الحزم هي التي غيرت وجه اليمن ووقفت هذا المد، وبالتالي نحن بحاجة إلى خمس عواصف حتى يعني نتخلص من هذا الوباء ومن هذا الطاعون ومن هذه العصابات التي أعادت حتى مرض الجدري أعاد من جديد إلى اليمن بعد أن كنا تخلصنا منه في الثمانينات والسبعينات. نعم. إذن أشكرك الأستاذ نجيب اليافي المحلل السياسي، كنت معنا عبر السكايب من الدوحة في حلقة اليوم، كما أشكر جميع الضيوف الذين كانوا معنا، وأشكر المشاهدين الكرام على حسن المتابعة والإنصات. في ختام هذه الحلقة تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات طاقم العمل الفني والتحريري، تقبلوا جميع هذه التحيات. إلى حين الملتقى دمتم والوطن بألف خير، إلى اللقاء.